بصي يا مروه صاحبتي من زمان جدا وصديقتي، وكنا مع بعض في الاكاديميه وكده. ف يعني هي تجربه بصراحه يعني انا استفدت بيها وطبعا هي استفادت بيها، ف يعني ومبسوط كمان ان عشان هي صديقتي. حلو جدا، وهي مروه معوده لها تختار كلمات حلوه وتختار الحان وتوزيع يعني باهتمام يعني، وكفايه ان هي بتقعد تتعب على الالبوم فتره طويله، ومن الناس من المصريات الشطار يعني بصراحه اللي لسه كمان ما خدتش حقها يعني. طب انا عشان نبتدي نسمع بقى الالبوم وبدات اقعد نتكلم كتير وتقولوا رايكم. يعني ما ينزل ان شاء الله نسمعه بكره باذن الله. طبعا هقول لها رايي، بس انا يعني سمعت حاجات منه ومروه سمعتني حاجات منه، بس يعني مروه عندي ثقه فيها وفي محمد من اختياراتهم من الالبومات اللي فاتت. تعمل اغاني لايقه عليها، كلام الاغاني الرومانسيه، الكلام المحترم، وتحديد اللي انت تعمل ميعاد للالبوم عشان ينزل فيه، وظروف انتاجيه برضو، ان طبعا المنتجين دلوقتي بقى يعني دلوقتي بقى الموضوع في خوف. ده مش حمامه صاحبي، ده احتفال للناس اللي ساهمت ان انا يبقى في يوم من الايام القنوات الكبيره والصحفيين الكبار دول بيسمعوني او عايزين يسمعوني انا هقول ايه. مروه مبروك، ويا رب دايما من نجاح لنجاح، ودايما يعني مستنيين الدنيا كده تظبط وصاحبه فيها اغاني اكتر. الالبوم تحفه صراحه، يعني انا كتير كتير مبسوطه.